صحيا، دائما انطلقت اليوم بالعاصمة الطبعة 17 للمؤتمر الدولي للجمعية الجزائرية لأمراض المسالك والجهاز البولي، المؤتمر الذي يهدف إلى التعريف عن قرب عما توصل إليه العلم في هذا الاختصاص. حضره مختصون من دول عربية وأوروبية. أحيت الجزائر أمس فعاليات اليوم الإفريقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. وحمل هذا الحدث الإفريقي شعار دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الشمول المالي الرقمي، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وأعضاء من الطاقم الحكومي ووزراء فارقة. وبالمناسبة، أكد وزير البريد أن الجزائر تخطو خطوات ديناميكية على أصعدة متعددة تؤهلها للعب دور كبير أو فاعل على المستوى المحلي، وأيضا في دفع عجلة الشمول المالي إفريقيا. الموضوع اللي خصاته الاتحاد الإفريقي للاتصالات لهذه السنة، لاحتفال هذه السنة، هو موضوع الشمول المالي باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية محظوظ أنه عنده الجزئين، عنده الجزء تاع البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال اللي هي البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، وعنده كذلك من خلال مؤسسة بريد الجزائر فاعل هام استراتيجي في ميدان الشمول المالي. وقع مجمع اتصالات الجزائر والمحافظة للطاقة المتجددة والفعالية الطاقمية اليوم على اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة في قطاع الاتصالات، والتي تنسجم مع التزامات السلطات العليا للبلاد والهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على موارد البلاد وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بكافة المؤسسات الاقتصادية بكامل التراب الوطنية.